السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي إحدى الجداول اللي موجودة بمدينة سفرانبولو. سفرانبولو عبارة يعني قسمين، قسم القديم بسموه إسكتشيرشي يعني السوق القديم، والمنطقة الحديثة. المنطقة القديمة يعني محافظين عليها، ما بيسمحوا يعني بأي بناء جديد. بناء قديم ممكن تشتري يعني وتأخذ إذن من البلدية، وبحيث إنه يعني على نفس الصورة القديمة تعيد الترميم تبعه. لذلك الفندق اللي نحن قاعدين فيه عبارة من هالنموذج هاي، لأنه نحن قعدنا بالسوق القديم إسكتشيرشي المنطقة القديمة. مدينة سفرانبولو مدينة قديمة جدا يعني، ونتيجة يعني غناها، لذلك يعني كانوا على زمان الدولة العثمانية أي واحد قدم خدمة جليلة يعني للمدينة كانوا يعطوه قطعة أرض بسفرانبولو، هيك بقول التاريخ. مدينة سفرانبولو تبعد عن مدينة اسطنبول تقريبا حوالي 800 كيلومتر. منطقة سياحية تجذب عدد كبير من السياح، وخاصة السوق القديم. يلا رايحين نتابع الجهة الثانية. نتابع على هالطريق هذا اللي هو بجوار مجرى الماء هذا. الطقس يعني ما بتقدر تتوقعه، هون شوي شمس شوي مطر، لذلك يعني الساعات اللي بتلاقيها يعني مش مشمسة ما تروحها. يلا ليت المطر هلا نزيب. يلا السلام عليكم.